شباب احنا ميتينج هذا ما راح نطول كثير بس عشان المهام اوكي مهام المشروع اللي دحين يعني عندنا اوكي اسعد انت والفريق اللي معك لازم تعملوا الموازنه وعشان الصادر والوارد بكده اوكي انت عارف يعني الموضوع يعني سالم عندك انت موضوع الجوده والانتاجيه ويجب عمل برزنتيشن عشان المشروع اوكي اكثر خطا يمكن ان يفعل الانسان انه اذا اقدم على تحدي كبير وقدراته منخفضه انه هو يهرب. لماذا؟ لان منطقة القلق والمخاوف من الأداء مثل الوحش، في كل مرة نتجنبها إحنا نطعم هذا الوحش فيكبر، نتجنب نطعم هذا الوحش فيكبر، إلى أن يصل إلى مرحلة هذا الوحش كبير جدا يمكن أن يلتهمنا، أصبح أنا عاجز عن أداء هذه المهمة، ليس لأن هذه المهمة كبيرة ولكن لأني أنا ما طورت قدراتي وبديت أهرب وأهرب وأهرب وأهرب، وصلت إلى مرحلة أني ما أستطيع أن أواجه هذا التحدي.